إشحاء وبهيم والملك جهنيش يا جماعة توا مديدة وإحنا ننعمو بسياسة التسويف. سوف نعمل دستور، سوف نتجاوز الأزمة السياسية، سوف نسنو قانون انتخاب جديد، سوف نركز هيئة عليا مستقلة للانتخابات، سوف نعمل انتخابات في الوقت، سوف سفيان فرحات يعمل ريجيم يولي تادو جيب حسيب. قلت البارح قال سي تهامي العبدولي كاتب الدولة الأسبق الخارجية في حكومة عماد الجبالي في تصريح لكابا فام اللي التنف الرسمي التونسي يقدم 25 موعد للانتخابات التشريعية الرئاسية والرئاسية الجاية للاتحاد الأوروبي. معناها في كل مرة هذاك المقرس هذاك المعجون سوف سفسف يسفسفون تسفسف. والبارح زاد قال سيد مصف مرزوقي رئيس الجمهورية على منبر الأمم المتحدة في نيويورك سوف نعمل دستور ونعمل انتخابات بعد مديدة. كلام جميل وحلو وبكله أضمانة وبلسم على القلب وفي اللوفاد فينا لو كان ما جيش هو زاد في خانة استنى يا غلبانة حتى تولي ظلفة بنانة وتلعب فيها المانكان الذبانة ونخرج الجاز من حبة الرومانة. وذكرتي الحكاية بحمي شحان رضي الله عنه اللي وعد الملك باش يعلم بهيم والنطق في 5 سنين. يا أخي جاو الخاوة قالوا له تي كيفاش يا رجل توعد الملك باش تعلم بهيمك الكلام في 5 سنين؟ قال لهم بسيطة يا جماعة، من هنا ل5 سنين يا يكون البهيم مات ولا يموت الملك ولا يموت شحان. وتوبة للعجون اللي ولا يورول في الجابيتا وناري على المغبون اللي عيشته خبز وزيتون وتيتا وترومبيتا.